قديش؟ فيني أخذ بدالهم مصاري؟ لو أنا مكانك ما ببيع عنجوري، بس تكرم عينك بنتي. 1200 حق هالخردة. خردة؟ لسه قبل شوي كنت عم تقول إنه الغراض غالين ومثال عن الحب. هلأ الناس يلي بيحبوا وحدهم يلي ما بيقدروهن بتمام. أنا ما بعرف شو قصتهم، ما تفكر كتير، ما بقدر أعطيكي فيهن أكتر من هيك. خدي هالمصاري أو فيكي تحتفظي بهاي الغراض عندك. لا لا خلص المصاري. بعد هيك بقى عمو، أنا غيرت رأيي، ما بدي بيع هذا الصندوق، لهيك بترجاك رجع لي. شو صار لك فجأة يا جوري؟ مو مهم إذا ما دور على أغراض حبه، بس هدول حب شخص لشخص تاني، وأيام جوري مو سيئة لهالدرجة لحتى تبيع حب حدا كرمال بس المصاري. بعد شوية أخي. أخي شو ها؟ كيف صفت سيارتك هون؟ شو عم يصير؟ كيف وقف السيارة هون؟ شو هاد؟ رجال الأغراض. طيب مثل ما بدك. عن جد كرمت لي سيارته هون يا خليه يشيلها. إيه إيه شبك شبك شو صاير لك؟ يلا يا ابني. وين البنت اللي معها صندوق؟ هلأ أخذته راح. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.